بس بالنسبه للعالم الطبيعيه هي تو ايه هو العالم وانت كمان صحتين على لوفت وفينا نقول مقادير الدسير كمان فوق مره هنحط باكيت بسكوت البسكوت حسب كل واحد شو بده اوكي باكيت بسكوت بسكويت وعندنا النسله حليب مكثف محلى هو ما بعرف انا النسله اوكي ونعرف القشطه العاديه قشطه اوكي وحنعوز كبايات صغار كاكاو اكيد اوكي هلا حنبلش هلا حنحط اول شيء بسكوت مكسرهم اللي عنده مثلا مثل طيب على فكره صحتين نخلصها لانه بدك تكسر الهول اهم شيء نسكرها اذا ما عنا حطها بالمجلى مش هنروح لا ما خلص نكسرهم نكسرهم صاروا مطحونين اوكي فاللي عملناه انه طحنا البسكويت فبعد ما عملناهم مطحونين كثير اوكي حندلق القشطه هون انت بتدلق النسله اذا شيء طبيعي بدك تدلق القشطه بدلقهم لانه بدي اعجنهم كلهم؟ ايه ايه اوكي بعد ما طحنا البسكويت جبنا قشطه اهم شيء تكون سقفوف لانه بتلزق باليدين ثقيله اوكي وهلا حندلق النسله فوق من المي بس كمان النسله مش اوفر هلا بلش ادلق yeah. تكرم عينك ادلقهم بالجاط او عليك ادلق مش ايش ها ثانيه بس اوكي هنكمل عجن هول الكرتون اوكي رح يصير حصير حط بكل واحد شوي اوكي بقلبها اوكي تقريبا يعني ما لعب قلب كل الكبايه ايه هو الكبايه تبع القهوه صح؟ اوكي وهيك بكون عمل اخر وحده صار عنا هودول هلا اللي عنده اولاد واتس نيكست كثير بينبسطوا فيهم بنبسطوا فيهم لانه حلو هلا الريحة طيبة هلا اللي حيصير احط اوكي من بعد ما عبى محمد كل هول الكبايات اوكي شو بدك تعمل هلا؟ بدي احط نسلة على الوجه شوي ما كتير اوكي شوي ما كتير يعني حيكون اوكي تقريبا صرنا على الاخر بما انه استسلم من هديك لا اختراع تاني المهم عم نغطي بس الجواز اوكي مهم الهدف هو فمثل ما شايفين غطينا الوجه بالحليب المكثف المحلى وين الشوكولا؟ الشوكولا كنت مخبيه هلا حنطوله لانه الله يسامحك كيف تعمل فيه مثل ما قلنا اذا الشوكولا يمكن يطيرهم او بتعرف شو اعطيني الشوكولا انت من الخزانه اوكي هاي الخزانه هلا لحظه صار له من امبارح في شوكولا بالخزانه وانا ماني عارف طبعا نيات وينو؟ ما في شيء عم تستلمنا وين بدك تشيل هاي بدك تشيل ورا شو جاي؟ طيب انا شفتك بدك شيء؟ رح نغطي الوجه بالنوتيلا غطي لي وجهي بالنوتيلا حبيبي حبيبي اوكي فحطينا تقريبا ملعقتين نوتيلا كبار بقلب كاسه بدك تحط شويه نسله ونوتيلا مع بعضهم
انا بالنسبه لي ما انه تو ماتش، بس انه بس انه للعالم الطبيعيه هي تو ماتش. هي العالم بما انه فقعت الكاسه بقلب الميكروويف فما تعملوها. انا خفت صراحه، فاللي صار هلا عم نرجع نفضي الكاسه بقلب الميكروويف ندور هون و... حنعملها بالطريقه التقليديه. ايه هلا طب المعلقه اوكي شويه نسله لدورهم اوكي. So بس يعني اذا ننصح المشاهدين حنقول لهم انه ما يحطوا مايكروويف. ايه بليز اوكي اوكي. فزدنا شويه نسله، مش نسله هي زبده، قصدي زبده بس كرمال اوكي زبده. بعد بدها شويه تتراوي يمكن اوكي. اوكي فقرر محمد فلانه ما دابت اني تلا قرر محمد شفت انا يعني ظبط كل شيء. برافو عليك عن جد منك عاطل. انتوا هيك لازم تعملوا. اذا بدك ضميري منك عاطل والله لازم so هيك. رجع زاد خلص حاله محمد فزاد شويه حليب. ها بلاش تعطينا النتيجه اللي بدنا اياها. منك هين. ايه ايه اذا ما عرفت يعني حسيته في شيء غلط ضبطوا هذا الشيء بدل انك عندك اكسبيرينس بال ليك مع احلاك بصاري. اوه فاللي حيصير هلا انا حدلقهم هيك شوفهم احلاهم. واو هلا عليك عن جد رائع. بعدين بتاكلوها بالمعلقه اكيد يعني. وطبعا هيك صرنا مخلصينهم. هلا بنحطهم بالبراد ليبردوا شوي بنرجع بناكلهم. وصحتين وانت كمان صحتين علو.